ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل فقرات برنامجنا، برنامج ابن حياتك، واللي هتكون فقرة النهاردة عن الرياضة. صباح الرياضة. يسعدني يا جماعة أن يكون معايا الكباتن الجمال جدا اللي مشرفيني في معظم حلقاتي. هنبدأ بالكابتن محمود علي، رئيس قطاع نادي اتحاد النصر وعضو منتدب نادي أبو كساب الفيوم. صباح الخير يا كابتن صباح محمود. الفل يا أستاذ. وبرضه معانا الكابتن محمد عوض الله، كابتن محمد عوض الله مدير قطاع نادي اتحاد النصر، وطبعا يا جماعه برضه مدرب نادي بني سويف ونادي ابوكسا وبالجيزه ونادي الصف بالجيزه، مجموعه انديه بالاضافه لنادي اتحاد النصر. صباح الخير يا كابتن صباح محمد. الخير يا كابتن. صباح الخير. وطبعا ما ننساش ان يكون معانا الكباتن الاشبال الناشئين. صباح الخير يا كابتن عبد الرحمن، عامل ايه؟ تمام. ومعانا الكابتن الجديد النهارده الكابتن عبد الله. صباح الخير يا كابتن عبد الله. ومعانا الكابتن يوسف. صباح الخير يا كابتن يوسف. صباح النور يا كابتن. اخباركم يا شباب؟ تمام والله عاملين الحمد ايه؟ لله. تمام. في البدايه كده يا كابتن محمود، احب حضرتك تدينا نبذه عن نادي اتحاد النصر. نشا امتى ومين اللي قام على نشاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشاه نادي النصر، اللهم صل على محمد. استصل. طبعا احنا قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان احنا طبعا الكابتن محمد كانت فكره، والفكره اتطورت وقلنا ان شاء الله نشتغل ايه، نشتغل معنا 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 يعني نعمل قطاع لنا خاص بنا. تمام. ابتدينا ان شاء الله 2/7، يعني ابتدينا فتره اختبارات للاعبين. تمام. وبعد بعد بعد 2/7 بعد 2/7 اشتغلنا طبعا اختبارات لمده شهر. ابتدينا حوالي 3/8 فتره الاعداد. فتره الاعداد يعني لحد يومنا هذا طبعا المدربين شغالين على الخطه اللي احنا رسمينها للمدربين طبعا ده خطه معينه للدوري عشان اكيد طبعا اكيد خطه معينه عشان خاطر خطه معينه عشان خاطر ان احنا مش عايزين نشترك كده وخلاص، يعني زي مثلا اثبات حاله. لا احنا ان شاء الله فعال قوي في ان شاء الله احنا النادي يثبت حضور ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله احنا يعني ان شاء الله مش هنتنازل عن المركز الاول او الثاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله التوفيق يعني جدا لنادي اتحاد في كل المراحل باذن الله. نتمنى كل التوفيق لنادي اتحاد النصر. بس حاجه كابتن محمد، والله عاوزين نضيف ان احنا طبعا لازم نفنش واحد او اثنين عشان نبص للموسم الجديد. تمام تمام. الموسم ده ال 2006 طبعا هتلعب جمهوريه، لازم نفنش اول جيزه او تاني عشان نلعب قطاعات بعد كده ان احنا نصعد لدور الجمهوريه ال 2006. تمام. بسم الله ما شاء الله السنه دي يعني عاملين فيها حاجه كويسه جدا. هنلعب دور الجمهوريه، معانا فرقه كويسه جدا. ان شاء الله بنشتغل عليها خططي، وبنشتغل على الناس اللي هي ما لعبتش في الملعب الكبير، بنشتغل معاهم عشان نفنش يعني حاجه كويسه. خطه موضوع حضرتك للناشئين، وضعين خطه ممنهجه لتدريب الناشئين. تمام. كل مدرب طبعا وله خطته طبعا. كل مدرب عنده شغل جديد. تمام. عنده شغل بمزاجه هو، بس في الاول وفي الاخر تعليماتنا احنا طبعا. في تاثير بعد كده، البونت بتمنه يبقى في خصم عليك. انت طبعا في مكافاه كويسه جدا لو جبت لي 3 بونت من كل فرقه، يعني حتى في زي حوافز تشجيعيه للاعبين والناشئين والمدربين برضه، لغايه عشان برضه نوع من المكافآت. اكيد طبعا. واحنا ان شاء الله اللي بيساندنا في المكافآت والحوافز دي طبعا يعني الدكتور سليمان الصنيع. دكتور نشوف صوره الدكتور سليمان. الدكتور سليمان الصنيع ده يعني يعتبر هو اللي اسس الكوره في نادي ابوكسا، يعني يعتبر هو اللي طلعنا من تحت لفوق. وان شاء الله الخطه اللي جايه اللي هو راسمها ان احنا ان شاء الله نبقى في الممتاز، مش الممتاز بقى ان شاء الله، هنبقى ان شاء الله في الممتاز تحت برضك عامل برنامج كويس جدا جدا جدا، ومعتمد على اعتماد كلي وجزئي على الناشئين. يعني ربنا يوفقه ان شاء الله. يعني احنا بنتمنى التوفيق للدكتور سليمان راعي نادي ابوكسا. تمام. ممكن برضو نشوف صورته على الشاشه معانا. طيب انا هيبقى بعد كده سؤالي بقى للاعبين الشباب النهارده اللي منورينا النهارده، الشباب الصغير. احنا الاول عايزين كده نتعرف على كل واحد فيكم. تمام. ونتعرف بعد كده مركزه ايه في الملعب. اتفضل يا عبد الرحمن. بلعب باك ليفت. تمام. وعرفنا بنفسك كده بقى، في سنه كام؟ انا اولى سنه. اولى سنه. بدأت بأكاديمية مع كابتن محمد وكابتن محمود. تمام. علموني يعني حاجات كتير، وجت موضوع فكرة نادي اتحاد النصر بيلعب دوري جيزة، وخدوني معاه وعلموني برضه حاجات كتير قوي في النادي. تمام. وإن شاء الله برضه هنعمل حاجة في الدوري. ربنا ييسر. يلا يا كابتن عبد الله، مركزك في الملعب وعرفنا بنفسك. مساك، أنا اسمي عبد الله حسام. تمام. ومركزي في الملعب بلعب مساك. طب
طيب تمام. وتعرفت على كابتن محمد وكابتن محمود في اكاديميه برضه. تمام. وهم الصراحه تعبوا معايا وعلموني كتير. والله انت زي العسل يا عبد الله. وهم والله اللي خلوني طبعا لازم يقفوا معاك طبعا، انت شايفين فيك موهبه لازم ينموها. أيوه. معاك. وخدوني معاهم في نادي اتحاد النصر. تمام. وشوف. كابتن يوسف. انا كنت تمام. بلعب كوره في اكاديميه مع كابتن محمود يوسف. ارفع المايك قريب. تمام يا جماعه، زي ما احنا شايفين صوره الشيخ سلمان. وبعديها مشيت مع كابتن محمد نادي الصف، وربنا كرمني مشيت مع كابتن محمود وكابتن محمد نادي اتحاد النصر، وان شاء الله نعمل لهم حاجه كبيره كده وان شاء الله ننفع باذن الله. زي ما معانا يا جماعه الهوا الوقت، زي ما حضراتكم شايفين صوره راعي نادي ابوكسا الشيخ سلمان دكتور، بنوجه له كل الشكر، بنوجه له كل الشكر من خلال اسره البرنامج. طيب يا شباب، كل واحد كده نفسه يبقى زي مين، يلعب زي مين من اللعيبه الكبار؟ انا نفسي ابقى اكون زي علي معلول. علي معلول، ماسك انت على علي معلول يا عبد الرحمن، ماسك على علي معلول. اتفضل. انا نفسي ابقى زي كابتن وائل جمعه. لا حبيبي، انت كده حبيبي. بس. ابقى نفسي زي كابتن علي معلول. برضه هو مش علي معلول في الملعب. طيب القدوه بتاعكم بقى طبعا علي معلول. تمام. طيب يا كابتن، احنا عايزين نعرف برضه، كلمونا شويه عن الدوري كده برضه، ناخد فكره من حضراتكم عن الدوري. اتفضل. اتفضل يا كابتن محمود. اتفضل. اتفضل يا كابتن محمود. الدوري ان شاء الله قرعه اللي هي 2004 و2006 ان شاء الله هتبدا يوم 20/11. تمام. والدوري بتاع الناشئين اللي هو المرحله السنيه هيبدا 27/11 ان شاء الله. تمام. البراعم القرعه ان شاء الله هتتلعب يوم هيعلنوا عنها يوم 26/11. الدوري هيبدا 4/12 ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا كابتن محمد. والله انا بحب لو اللعيبه كلها مركزه، عاوزين نعمل حاجه في الجيزه، مش نازلين وخلاص، مش نازلين نتعب اهلنا معانا، لا اتعب لنفسك. الشغل احنا شغالين من 15/7 شغالين لحد النهارده مع الناس، كل اللي على اللاعب ان هو يدوس على نفسه. اتمنى ديت من كل اللعيبه يدوس على نفسه، ان هتدوس على نفسك هتلاقي فيما بعد. معلش انت طبعا بتلعب دور الجيزه، انت دلوقتي بتاخد منطقه الجيزه. تمام. بص بقى، ان انا اخد خطوه القاهره وخطوه الجمهوريه. تمام يا كابتن. تمام. انا دلوقتي بلعب قطاعات اللي هي الجيزه، دوري الجيزه، بفنش واحد او اتنين خلاص بقى. انا دلوقتي ببص بلعب قاهره، بعد كده بلعب جمهوريه، مش هقعد في البيت من قريب. تمام. انت دلوقتي استهترت، سهرت، في لعبه جديده اسمها بابجي، الناس مركزه عليها جامد. دي مشكله، عامله مشكله كبيره جدا لبعض اللعيبه، بيسهروا للصبح. انت فاهم يا كابتن؟ طبعا. ده كله غلط. اللاعب اصلا لازم ينام الساعه 8. في مجموعه قواعد صحيه للاعب. تمام يا كابتن. ده كله بيأثر على اللاعب في الملعب. يعني اللاعب لو جاب الدقيقه 60، الناس فاكر ان الحاجه دي قليله، ان هو بيروح يلعب ساعه خماسي والكلام ده، ساعتين خماسي. لا، الملعب الكبير عاوز نفس، عاوز تمرينات، عاوز التزام، اكل كويس. التزم على قد ما اقدر عشان اللي جاي اصعب. الوديات حاجه والرسم حاجه. انت دلوقتي بتلعب ماتشات وديه، مش مفيش حكام، الكابتن بتاعك اللي قدامك، انما هتيجي قدام الحكام وضع لا هتلاقي طبعا وضع تاني طبعا. هتلاقي امن بره، هتلاقي اسعاف، هتلاقي طبعا حاجه مختلفه، هتلاقي جمهور طبعا. ماتش رسمي، انت فاهم؟ ماتش رسمي وفرقه كبيره، معلش هتلاقي حاجه، مراقب قاعد بره، ناس بتتفرج عليك. طب ايه البطولات اللي حضراتكم داخلين عليها الوقت يا كابتن محمد؟ بطولات احنا بنلعب دوري الجيزه. تمام. تلعب دوري الجيزه. تمام. منطقه الجيزه، منطقه الجيزه الاول، من منطقه الجيزه بهياكل قطاعات بقى والجمهوريه ان شاء الله. تمام. احنا ممكن ننزل بمجموعه صور للنادي يا جماعه، الزي بتاع النادي، نشوف الزي بتاع النادي ونشوف مجموعه صور اللاعبين. تمام. طيب يا شباب، بالنسبه لحضراتكم، يعني انا عايز اعرف كل واحد فيكم من اللي شجعه ان هو ينمي الموهبه بتاعته او يمارس الرياضه بتاعته. هنبدا بالكابتن عبد الرحمن. والدي ووالدتي هم اللي شجعوني. يعني ما فيش اي معارضات ولا في اي حاجه حضرتها؟ طبعا زي ما احنا شايفين الزي بتاع النادي على صوره البلازما يا جماعه، زي ما انتم شايفين زي النادي، زي جميل جدا على فكره يا جماعه، الالوان متناسقه وزي جميل. صوره طبعا للتدريبات زي ما حضرتكم شايفين، صوره لمجموعه التدريب كابتن محمد وكابتن شعبان، صح؟
كابتن محمود، وطبعا الكابتن مين سعيد. الكابتن ميرنا سعيد بنشكرها برضو على الهوا من هنا. ماشي يا شباب، كمل كمل عبد الرحمن اتفضل. مين اللي كان بيشجعك؟ والدي ووالدتي. تمام، يعني في من الاول طبعا قال لك لا بلاش لعب كوره والتفت لمذاكرتك ومش لا لا إيه؟ لا ولا شجعوك على طول؟ ما شجعوني على الكوره من وانا صغير. طيب تمام، اتفضل يا كابتن. انا والله والدتي والدي شجعوني اهو على الكوره وقالوا لي العب. شايفين فيك الموهبة طبعا يا كابتن عبد الله. ايوه ايوه، وكابتن محمد من ساعة ما لعبت معاه بتحسن وبتحسن من الاول. هو لو كابتن محمد بصراحة والكابتن هنا عاملين أيوة. معاكم الواجب جامد يعني بصراحة. ايوه كابتن محمد وكابتن محمود ما كنتش وصلت لحد هنا دلوقتي. ربنا يوفقك يا عبد الله، ربنا يوفقك. اتفضل يا يوسف. هو الصراحة والدي ووالدتي تعبوا معايا وان شاء الله نوريهم حاجه حلوه ان شاء الله. احنا عايزينكم تبقوا كباتن مصر الجايين كده زي الكباتن اللي بنسمع عنهم، وبعد كده تبقوا زي كابتن محمد صلاح ان شاء الله. مش مجرد على المستوى المحلي بس ان شاء الله، احنا عايزين كده كباتن عالميين بعد كده ان شاء الله. تمام. طيب يا كابتن محمد، سؤال لحضرتك، رغم الانديه اللي حضرتك دربت فيها ولعبت فيها ومارست فيها الرياضه طبعا، جالك عروض من انديه ثانيه بره ومع ذلك رفضت، دي المعلومه اللي عرفناها. تمام، جالي انا مسكت نادي الصف. تمام، كل مدرب كان يجي يمسك المواليد دي كان بيعترض. جيت قعدت جنب العيال وعرفت اللي جواهم ايه. العيال عاوزين يلعبوا التزام وعاوزين يتعبوا وعاوزين يبقوا حاجه لاهلهم ولنفسيهم، فدوست عليهم والحمد لله رب. عملت معاهم فتره اعداد، لعبنا 7 ماتشات فتره اعداد، الحمد لله فزت بال7 ماتشات. جيت في الماتش الرسمي، اول ماتش لعبت نادي الترسانه، اتقدمت عليهم 1-60 واتعادلوا في الدقيقه 62. الكلام ده يا كابتن، فالحمد لله يعني اول ماتش كان صعب جدا بالنسبه للاولاد، اول سنه يلعبوا 11، انما نادي الترسانه بيلعب من زمان واللعيبه بتتمرن مع بعضيها. جالي الحمد لله من حسن الشغل والناس تحركاتها في الملعب وبره بقى، فاوجه الناس صح، التغييرات بعملها صح، فالحمد لله رب. كذا فريق العب قصاده السنه دي كلمني، قلت لهم لا السنه دي انا معايا نادي ومؤسس نادي. تمام. وانا وكابتن محمود طبعا عاملين نادي اتحاد النصر وداخل بكذا فريق، وان شاء الله من الموسم الجديد ان شاء الله يبقى معانا قطاع كامل. فعلى قد امكانياتنا السنه دي خدنا الاربع فرق دول، فالحمد لله رب. يعني الفرق اللي جات لي فرق كويسه جدا، بس الحمد لله رب. ايه عاوزين نعمل حاجه لنفسنا وكابتن محمود. طب فالواحد بيبص لايه لقدام، مش ربنا يوفقك يا كابتن محمود. انت يا كابتن محمود برضه كده زي تعلم. بالنسبه للكابتن محمود طبعا، بالنسبه للدكتور سليمان طبعا، عيننا بقى لنا 3 ايام طبعا. الدكتور سليمان وبندعوه دعوه رسميه للحضور هنا في البرنامج برضه، يشرفنا هنا في البرنامج، يزيد له شرف برضك يا ابو كبات. طبعا عيننا انا وكابتن كيرو ماسكين 99 فرقه 99 وفرقه 16 سنه، وبرضك بيحملنا مسؤوليه كبيره جدا، ان طبعا الناشئين ده لازم يمسكها واحد عنده خبره طبعا، عشان خاطر هو ده هي دي الاساس، هو ده الاساس اللي نقدر مثلا لو الفرقه الكبيره مثلا في تعثرت الكلام ده، هم ده اللي هيكملوا مكانهم ان شاء الله. كابتن محمود، بنشكر الكابتن محمود والكابتن محمد والكباتن اللي كانوا معانا النهارده، وبنقول لكم انتظرونا في حلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك. سلام عليكم.